كرامتي بخير لانا. انت بخير مهرة؟ شو اخبارك؟ منيحة انا لهلا لهلا ان شاء الله دوم. لانا خبريني عن حياتك الاجتماعية بعد ما تخلصين فقرات الانترتينمنت. يعني يقال ان في هناك المرأة خاصة مثلا لما تشتغل في المجال الاعلامي ما يكون عندها حياة اجتماعية، انت شو رايك في هالشيء؟ لا ما بالضرورة، شوفي العمل ما له علاقة ابدا بفكرة الحياة الاجتماعية، انت بتختاري محيطك الاجتماعي بما يتناسب مع حياتك المهنية. حياتي الاجتماعية رائعة، عندي كم كبير جدا من الاصدقاء والمعارف، وكل حدا له وقته، وحتى عائلتي يعني انا يوميا بلتقي بعائلتي، يوميا تقريبا بلتقي بمجموعة من اصدقائي، طبعا انا عندي محيط ضيق جدا، ويوميا كمان بشوف ناس لهم علاقة بالشغل. لا ما خص. زين كيف توفقين بين الشغل وبنتك ناية؟ التنظيم. التنظيم دائما هو اساس اي شيء، انا حدا كثير منظم ببيته كثير، برجع من الشغل بطبخ طبختي، بتغدى انا وبنتي. زين وين تشوفين نفسك في الطبخ؟ معروف الاكل السوري. ما في مقارنه. بدي اقول لك انه اصلا انا ربيت ببيئه يعني بابا وماما ناس بيحبوا الأكل الطيب. ماما من النساء يلي كان لما بده يكون في عنا عزيمة فعلا خلال نص ساعة ممكن تشوفي طاولة كبيرة مفرودة فيها كل أنواع المقبلات. ماما كتير شاطرة بالمقبلات وبالطبخ أكيد، بس هيك بالمقبلات لأنه ماما كتير كانت بتعرف تزين الأكل. بابا ملك السلطات. إنزين شو راح تطبخي لنا اليوم؟ شوفي رح اطبخ لكم، كنت اول شيء عم فكر اني اعمل لكم اكله، انا من مدينه قريه صغيره اسمها سلاميه، في اكله اسمها حراق اصبعه. قصه هي الاكله انا حابه اعرف السبب ليش اسمها حراق الاصبع، ما ادري حراق اصبعه. شوفي اجمالا هي حراق اصبعه. اوكي. كل طبخه بالشام في لها حكايه، انا رح احكي لك حكايه الاكله اللي بدي اعمل لك اياها. حراق اصبعه هي اكله بتنعمل من مجموعه من العناصر اللي هي العلاقة بالعجين والحبوب العدس والمطيبات أو البهارات، طبعاً الكزبرة، الثوم، البصل، بتتاكل باردة. بس هي لأنه كتير كتير بتكون طيبة تاكليها هي وسخنة، فبتمدي إصبعتك عليها لحتى تاكليها فبتحرق إصبعتك. أوكي. زين الحين راح ننتقل على أساس نشوف المواد لعمل حراق إصبعه. أوكي وبعدين ننتقل للمطبخ. يلا اليوم الشيف لانا جندي راح تطبخ لنا طبخة اسمها حراق اصبعه. اصبع. اوكي خبريني يعني خبريني يعني المقادير. اوكي شوفي اول شيء هلا انا ما كثير بعرف يعني انا لاني كثير خبيرة بالطبخ. اوكي. ما كثير في داعي اقول لك انه لازم كوب من الكذا، لا هي القصة انه بالتقدير. اهم شيء بالحراق اصبعه انه يكون في عندك بصل. تقريبا ثلاث بصلات انا قطعتهم كثير كثير ناعم. كزبرة كمان خصلتين كزبرة أو جرستين ما بعرف شو بتسموها. بتقطعوها ما كتير، بتقطعوها كتير ناعم. وثوم تقريبا علبة ثوم أو حبة كاملة، وحدة كاملة. هلا بسوريا الأكلة الرئيسية ما بتنعمل بمعكرونة، هيدي نوع من أنواع الباستا. أوكي. يلي هي ممكن يعني تنعمل للحراق أصبعه، بس بالشام بيعملوها عجين عجين. هذا هو العجين اللي بيعملوه. هي نوع من السميد مع الطحين والزبدة، وبعدين بيرقوه كتير وبيقطعوه. أنا جبت معكرونة أو باستا خاصة لأنه أسرع. وعدس أسود مسلوق. هلا وزيت اكيد زيت زيتون مش كتير، انا ما كتير بحب الزيت، قلت لكم انا بجرب انه دائما اعمل هاسي فول. اذا بدكم هلا فينا نفوت على المطبخ. زين خبرينا اول شيء اول خطوه بتسوينها في الطبخه. اول شيء بتقلي الثوم لحتى يصير لونه شوي بني ذهبي تقريبا. بعدين بتحطي الكزبره. كزبره. وبعدين بتحطي البصل المقلي، كمان البصل بيكون مقلي لحاله كمان بيكون لونه شوي ذهبي. بتخلطي الثوم مع البصل والكزبره مع بعض بالزيت، وبعدين بتحطي العدس، شويه مي مع طحين مشان يكون الصوص شوي سميك. بعدين المعكرونه او العجين، وبتخلطيهم لحتى تصير الصوص شوي صغير سميك. اوكي. بعدين بتحطي له دبس رمان لانه هاي الاكله لازم تكون فيها شوي حموضه. يلا متحمسه انا، نروح المطبخ. يلا الحين احنا قاعدين مع لانا جندي وناية اللي قاعده تسوي العجين من الصبح. يلا ناية حكي. ايوه
نايا هلا انت رح تقطعي هي العجينه، بدي اياكي تقطعيها بهي الطريقه. اوكي لهون في زيت زيتون. مبدئيا اول شيء رح ابدا بالبصل. البصل اللي لازم يتقلى، بدي اقول لك انه البصل لازم لما بدك تقطعيه ما تخليه اكثر من ساعه، لانه بعد ساعه بصير بياخذ كل الجراثيم اللي بالمطبخ. طعم هاي الأكلة ناير. ناير رح تقولي لي الأكلة حلوة ولا لا؟ أوبا ها شو؟ لذيذ؟ وكانت هذه النتيجة إن ناير حبت الأكلة. وكل عام وأنتم بخير. كل عام وأنتم بخير.